السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، هناك العديد من الأشخاص الذين قالوا لربما نتريث ولا نتهم النظام العسكري الجزائري بهذه الجريمة الشنيعة الإرهابية التي أودت بحياة سائقي من السائقين المهنيين المغاربة في هجوم إرهابي خبيث وقذر في دولة مالي. لكن كما قلت سابقا، كما قلت في الفيديو اللي درته قبل هذا، جميع الدلائل والتفاصيل تثبت وتورط نظام الكبرانات في هذا الهجوم الشنيع والغادر والإرهابي. هنا قبل ما ندخل في التفاصيل ديال هذا الهجوم، لنتحدث أولا عن تلك الوثائق التي رفعت عنها السرية، وثائق أمريكية رفع عنها ترامب السرية تخص وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. وفي أحد المراسلات الرسمية، هنا نتحدث عن وثائق رسمية، ماشي فلان أكد من مصدر موثوق أو كذا أو كذا، هذه وثائق رسمية من الدولة الأمريكية. أشنو كتقول هذه الوثائق أو هذه المراسلات لهيلاري كلينتون؟ تقول على أن النظام الجزائري قام بعقد صفقة مع الإرهابي بالمختار المعروف بأنه متورط في هجمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، ومالي هي ضمن هذه المنطقة. عقدوا معهم صفقة على مهاجمة أهداف في الصحراء المغربية، على مهاجمة المصالح المغربية. هذه وثائق ديال الدولة الأمريكية، مش منقولوش راه ماشي رسمية أو غير سمعها شي حد من عند شي حد، لا، هذه وثائق رسمية. النظام العسكري الجزائري سبق له أن تعاقد مع تنظيمات إرهابية من بينهم هذا بالمختار من أجل مهاجمة المصالح المغربية، ومن بينها هجمات في الصحراء المغربية. أجيو دابا نشوفوا الدلائل التي تثبت تورط هاد التنظيم أو هاد النظام الغبي والمغفل، النظام العسكري الجزائري، في هذه الجريمة الشنيعة القذرة. هنا أولا لاحظوا معايا، وكل شيء لاحظ هذه القضية، وجميع الصفحات والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن هذه القضية. المهاجمين هاجموا الشاحنة وما سرقوهاش، باش ما نقولوش هادو قطاع طرق أو يعني الهدف ديالهم من السلاح على يعني ديك تلك الحمولة ديال الشاحنة أو أي من هذا القبيل. قتلوا الشهيدين وهربوا من المكان، بمعنى آخر أن الهدف ديالهم هو هدف ديال تعطيل الشاحنات اللي كتمر من تلك المنطقة، وخلق واحد النوع من الرعب ما بين السائقين المهنيين باش ما يدوزوش من تلك المنطقة. وكان من الواضح لأنها ليست بجريمة سرقة، الهدف ماشي السرقة. الدليل الثاني، الجريح الذي نطلب من الله أن يشافيه في أقرب وقت، نطلب ونتمنى له الشفاء العاجل، الذي يوجد الآن في أحد المصحات الخاصة في العاصمة ديال دولة مالي، أكد في تصريح يعني على أن المهاجمين كانوا من البشرة البيضاء، بمعنى آخر أنهم ليسوا من دولة مالي. هنا نطرح عدة احتمالات متابعينا الكرام، يا إما تنظيم إرهابي متعاقد مع النظام العسكري الجزائري في حال بالمختار، وشفنا الوثائق ديال كلينتون تؤكد على أن بالمختار متعاقد مع النظام العسكري الجزائري. الثاني، مرتزقة الفاغنر الروسيين، ومن السهل على النظام العسكري الجزائري أن يتعاقد مع هؤلاء المرتزقة، وهاد المرتزقة عندهم أنشطة كثيرة في القارة الإفريقية. الثالث، مرتزقة البوليزاريو، كيف دخلوا لمالي عن طريق الحدود الجزائرية، هذا الاحتمال الثالث. وجميع كما قلت جميع الأدلة هي تقول على أن النظام العسكري الجزائري هو متورط بشكل أو بآخر في هذا الهجوم. هنا البعض قد يطرح سؤال، لماذا على السائقين المهنيين؟ راه غير رجعوا شوية اللور
تفكروا كيفاش كانوا كيحاولوا بكل الطرق انهم يشدوا المعبر ديال الكركرات. علاش باغيين يشدوا المعبر ديال الكركرات؟ خليونا من حقوق الانسان تقرير المصير والزمان الكحل وهاد الشعارات الخزعبلاتيه. راه الصادرات المغربيه راه هي تغزو افريقيا، تغزو افريقيا بالمعنى الحرفي، والابطال ديال هاد العمليه ديال هاد الصادرات اللي كتمشي تما اللي كيضربوا تماره واللي كيديروا واحد المجهود جبار هم السائقين المهنيين واصحاب ديال هاد الشاحنات. راه ماشي سهل ان المنتجات ديال المغرب تدور على يعني القاره الافريقيه باكملها بدون المجهود ديال هاد الناس ديال السائقين المهنيين اللي كيقوموا بهاد المجهود. شفنا فاش كانوا المرتزقه البوليزارو كيجيو لمعبر الكركرات كيفاش كانوا كيستفزوا هاد السائقين المهنيين، وشفنا كيفاش هاد السائقين ضبطوا النفس، كانت عندهم واحد يعني القدره على انهم يتجاهلوا هاد الاستفزازات. شفناهم كيفاش تعاملوا مع الامور باحترافيه قبل ان تتدخل القوات المسلحه الملكيه المغربيه باش تنهي هاد المهزله. وهنا كنرجع نذكر راه ان تم تهديد الحياه ديال السائقين المهنيين اللي كيدوزوا من دوله مالي، راه ماشي غير المخابرات اللي غادي تدخل، راه حتى القوات المسلحه الملكيه عندها الحق تدخل بشكل او باخر، بشكل او باخر. فهنا متابعينا الكرام كما قلت راه جميع الخيوط، جميع الخيوط ديال هذه الجريمه البشعه الارهابيه هي تقود الى النظام العسكري الجزائري. راه ما كاينش شي حد اخر غادي يقوم بهذه العمليه او عنده حقد على المغاربه باش يقتلهم بهذه الطريقه. وهنا اتحدث عن مدنيين مغاربه من غير المرتزقه ومن غير النظام العسكري الجزائري. هنا الامور واضحه متابعينا الكرام، ولكن راه ما كاينش شي حاجه كدوز بدون عواقب، لا شيء يمر بدون عواقب. راه شفنا الاستفزازات اللي كانوا كيديروا في الكركرات، شفنا من بعد كيفاش تحولت الامور الى هروب ديال المرتزقه بواحد الطريقه مذله، وديال انهيار ما كانت تسمى بالاراضي المحرره، لدرجه ان اي مرتزق ولا كيحاول يدخل للمنطقه العازله كتصيفط مباشره الى الهلاك. وبلا ما نعاودو نذكرو بالبندير وبن بطوش وديك تلك اللائحه الطويله ديال الهالكين اللي كانوا كيحاولوا عبثا انهم يدخلوا للمنطقه العازله. راه حاليا شكون اللي فرحان بان هناك شهيدين من المدنيين المغاربه قتلوا غدرا في دولة مالي؟ شكون اللي فرحان بهاد القضية هادي؟ شكون اللي فرحان؟ مرتزقة والنظام العسكري الجزائري ومن يدعم النظام العسكري الجزائري. هما اللي غادي تلقاهم فرحانين وناشطين وعجبهم الحال، وشاحنة مغربية كانت تصدر إلى كذا أطلق عليه النار. راه كما قلت لكم جميع الخيوط تقود إلى هذا النظام الإرهابي الغبي المغفل الفاشل على جميع الأصعدة، الذي لم يستطع أن يواجه المغرب عسكريا وفشل أمام المغرب دبلوماسيا وفي جميع المجالات الأخرى، فذهب للتعاقد مع تنظيمات إرهابية مجرمة لتقوم بمهاجمة مدنيين، لتقوم بمهاجمة عفوا مدنيين مغاربة. ومجددا ندعو بالرحمة والمغفرة للشهيدين، ونتمنى الحيطة والحذر لجميع السائقين المهنيين، ولا بد أن تكون هناك إجراءات. وكما قلت سابقا إن تطلب الأمر تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية. وما أدراكم ما القوات المسلحة الملكية المغربية؟ إذن متابعينا الكرام هنا أترككم وأراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.